d'activer, de commencer leur activité. On dit que mois de mars, les premiers véhicules arriveront probablement le mois de mars. Oui, oui, à la deuxième quinzaine de mars, on aura l'arrivée des premiers véhicules de la marque italienne Fiat. Mise à... السلام عليكم. فيما سمعنا التصريحات الصحفي مراد سعدي قال لك أنه أول سيارة مستوردة راح تدخل إلى الأراضي الجزائرية راح تكون في منتصف شهر مارس من سنة 2023، معناتها ما بقاش وقت كثير على منتصف مارس من سنة 2023 باش نشوفوا أول سيارة تدخل إلى الجزائر. أول سيارة راح تكون من طرف علامة فيات اللي راح تبدأ باستيراد السيارات الجديدة ثم تروح إلى تصنيع السيارات. تصنيع السيارات تاع علامة فيات قال لك راح يكون خلال الثلاثي الأخير من سنة 2023، راح يبدأوا يركبوا في السيارة تاعهم في مصنع وهران بطفراوي، معناتها ممكن أكتوبر نوفمبر ديسمبر، لأنه نسبة الأشغال راح تقدمت كثيرا. لكن المعلومة اللي تمنا أنه استيراد السيارات ولا أول سيارة مستوردة راح نشوفوها في الجزائر ممكن راح تكون خلال منتصف شهر مارس على حساب المعلومات تاع الصحفي مراد سعدي، وهذا حاجة مليحة راح تساهم في انخفاض أسعار السيارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.